لكم في هذه التغطية المتواصلة لانتخابات مجلس الأمة التكميلي العام 2014. نحن متواجدون الآن مع سعادة المستشار وكيل محكمة التمييز مشعل أحمد الجريوي الذي سيقوم بإعلان النتيجة النهائية الرسمية للدائرة الانتخابية الثانية. تفضل سعادة المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم. الدائرة الانتخابية الثانية، نذكر أسماء المرشحين حسب ورود أسمائهم في ورقة الانتخاب على النحو التالي: أحمد لاري، وحصل على 1985. أحمد حاجي علي عبد الله لاري، وحصل على 1985 صوت وترتيب الثاني. أحمد سليمان أحمد عبد الله القضيبي، وحصل على 2574 صوت، وحصل على الترتيب الأول. حسن سالم حسن الهيد، وحصل على 868 صوت وترتيب الثامن. حمد عبد الله يوسف بودي، وحصل على 502 صوت وترتيب العاشر. خالد زبن عذاب العنزي، وحصل على 408 صوت وترتيب الثالث عشر. خليفة مساعد الخرافي، وحصل على 1203 صوت وترتيب الخامس. سعد مبارك العازمي، وحصل على 16 صوت وترتيب التاسع عشر. سعود سعد مطلق الهاجري، وحصل على 41 صوت وترتيب السادس عشر. سلمان خالد العازمي، وحصل على 1449 صوت وترتيب الرابع. صالح جليدان سليماني، وحصل على 1926 صوت وترتيب الثالث. عبد الرحمن محمد النصار، وحصل على 438 صوت وترتيب الثاني عشر. عبد اللطيف محمد حاجي باقر، وحصل على 13 صوت وترتيب العشرون. عبد الواحد محمد شعبان خلفان، وحصل على 705 صوت وترتيب التاسع. عبد الوهاب علي عبد اللطيف الجسار، وحصل على 23 صوت وترتيب السابع عشر. فاضل فارس الدبوس، وحصل على 23 صوت وترتيب السابع عشر مكرر. فجر عثمان سعيد، وحصلت على 1101 صوت وترتيبها السادس. فرج علي محمد العجمي، وحصل على 7 أصوات وترتيب الحادي والعشرون. فيصل فرحان الهاجري، وحصل على 233 صوت وترتيب الرابع عشر. محمد جاسم محمد حسن، وحصل على 21 صوت وترتيب الثامن عشر. محمد عويد المطيري، وحصل على 231 صوت وترتيب الخامس عشر. محمد مناع محمد رشيد الرشيدي، وحصل على 450 صوت وترتيب الحادي عشر. محمد هزاع الهاجري، وحصل على 960 صوت وترتيب السابع. وبذلك نعلن على أن السيد أحمد سليمان أحمد عبد الله القضيبي، والذي حصل على 2574 صوت، جاء بالترتيب الأول. وأحمد حاجي علي عبد الله لاري، وحصل على 1985 صوت وجاء بالترتيب الثاني. وبهذه المناسبة أشكر اللجنة العليا للانتخابات، وأشكر أعضاء السلطة القضائية من مستشارين وقضاة ووكلاء نيابة الذين قاموا بالمهام العظيمة والكبيرة، خاصة بسبب الظروف الحر الشديد. وأشكر أيضا جميع المرشحين والمندوبين، وأشكر أيضا موظفي وزارة العدل
وأشكر أيضا موظفي وزارة الداخلية، وأشكر الإعلام، وأشكر رجال الشرطة ورجال الشرطة خصوصا على ما قاموا فيه من جهد مبذول وترتيب، وأتمنى التوفيق للجميع. وكذلك نشكر جميع من تعاون معنا، وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سعادة المستشار. بذلك أعلن رئيس لجنة الرئيسية للدائرة الانتخابية الثانية سعادة المستشار مشعل أحمد الجريوي النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2014 بفوز المرشح أحمد سليمان أحمد عبدالله القضيبي بالمركز الأول، وأحمد حاجي علي عبدالله لاري بالمركز الثاني. نتمنى التوفيق للجميع، ونشكر المشاهدين الكرام لمتابعتهم لهذه التغطية المباشرة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2014. شكراً.